ان شاء الله يا فندم احنا ملتزمين في السبع قرى ان احنا بني هلال هتختص 31/3 يخدم مجلس قروي بنويض والاسماعيلي بالكامل. سبع قرى هستعرضهم مع سعادتك. قيمه عمل الاسناد او القيمه التقديريه للتكاليف حتى تاريخه 492 مليون. السبع قرى يا فندم قريه بني هلال اللي سعادتك مشرفنا فيها دي شبكاتها بنسبه 77%، الشبكات طولها 8.5 كيلو، نفذنا 6.4. نسبة محطة الرف اللي حضرتك شايفها 50%، وهي أكثر من 50% لأن أنا عندي المنشأ الرئيسي اللي هو البيارة، ودي خلصت وتواصل كانت تقطع 9 متر على وش الأرض.